كالفن دارك، الولايات المتحدة متهمة من جانب روسيا، تباهي هي نفسها بأنها تقدم دعما سخيا وستستمر في تقديمه لأوكرانيا، لكن ماذا عن القدرة على التكيف مع هذا السلاح؟ كل ما كانت تحوزه أوكرانيا أو الجانب الأكبر منه كان من مخلفات الحقبة السوفيتية. هذه الأنماط الجديدة من الأسلحة الغربية ربما في أحدث إصداراتها، كيف أمكن للأوكرانيين أن يتكيفوا معها وأن يحسنوا استعمالها؟ في البداية لابد أن نتذكر أن هذه الحرب التي بدأها بوتين، وفي اليوم يمكنه هو من يوقف هذه الحرب. ثانيا، أوكرانيا لديها الحق في الدفاع عن أراضيها وعن شعبها بكل ما تتطلبه من قوة، من معدات أو تكنولوجيا جديدة مثل ما نراه اليوم. وثالثا، الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا ويدعمونهم على المستوى العسكري ويدعمونهم على المستوى الاستراتيجي أيضا، وهذا ما تقدمه الولايات المتحدة. فبالتالي أنا أتفهم تماما أنه ربما بوتين لا يعجبه هذا الأمر، ولكن هذا تبعات بدء الحرب ضد دولة مستقلة ذات سيادة. نحن هنا لأن بوتين، ووصلنا إلى هذه المرحلة أن بوتين هو من بدأ هذه الجرائم. أنا أسألك بشكل مباشر سيد كالفن دارك، كيف أمكن للأوكرانيين أن يحسنوا التعامل مع أحدث الإصدارات الغربية من الأسلحة البحرية والبرية وربما حتى منظومات الدفاع الجوي في مدى زمني قصير بالطبع؟ أعتقد أنهم ما يستطيعون فعله كان واضحا وجليا للجميع، حيث أن الطيارين هناك مشغلين لهذه المسيرات على الأرض الذين تم تدريبهم ومن خلال مشاركة المعلومات وبرامج التدريب مع الحلفاء، وهذا يظهر أن أوكرانيا تفعل كل ما بوسعها للحفاظ على أراضيهم والدفاع عنها. وهذه القدرات التي لم يتوقع بوتين وروسيا بشكل عام أن تستخدمها أوكرانيا في هذه الحرب.